لكل البنات والسيدات والحوامل بتشتكي من رائحة كريهة أو من التهابات أو إفرازات أو حكة أو اسمرار في منطقة البيكيني، انسي كل مشاكل المنطقة الحساسة مع إنلايف جيل أو الغسول النسائي جيل في مصر. آمن جداً لأن تركيبته الفريدة طبيعية 100%، المكونة من الألوفيرا وزيت شجرة الشاي، مستخلص الأرقسوس، مستخلص الزعتر، مستخلص بيربيري، مستخلص البابونج وفيتامين سي. استعيدي إنوستيك مع إنلايف جيل، متوفر بتلات عطور مائية زي رائحة الخوخ والمشمش ورائحة المسك والعود ورائحة الفواكه الاستوائية، غير إنه بيحتوي على المستخلصات الطبيعية للتفتيح زي مستخلص الأرقسوس ومستخلص البيربيري وفيتامين سي، وهتلاحظي الفرق بنفسك. ده غير سهولة استخدامه، كل اللي عليكي إنك بتدهني منطقة البيكيني بالكامل وتتركيها فترة من 3 ل5 دقايق، بعد كده بتشطفيها بالمية مرتين يومياً. تقدري كمان تاخديه معاكي في الجيم والجامعة أو الشغل أو أي مكان تاني. لطلب المنتج كلمينا على الواتساب، متوفر بالحجمين مختلفين في جميع الصيدليات الكبرى في جميع المحافظات، أو كلمينا على رسائل الصفحة. Then I heard it about InLife, so I was using for 3 months, and I have to say it's really so good product. The smell is so nice, I really like it, and for my skin it's so sensitive. I swear, like, I'm so happy that I found something like this. Hello, my name is Katja. I use this amazing InLife gel for 4 months. The smell. اهلا وسهلا بكل بنات وسيدات مصر، انا النهارده جايه انصحكم بإنلايف جيل او الغسول النسائي جيل في مصر، وكمان بيساعد على تفتيح منطقه البيكيني والتعطير كاستخدام يومي، وده طبعا بسبب تركيبته الطبيعية 100%. أنا بحب InLife. InLife I love it. صباح الخير والجمال على كل ست مصرية مع InLife جيل. مهما نحاول نقول اللي جوانا لأعظم إنسانة في الكون، طبعا مش هنقدر نوفيها حقها، ولا الكلام والحروف هتكفي. هي اللي نورت حياتنا ونورت طريقنا وأرشدتنا للطريق الصواب، هي اللي تحملت عشاننا التعب والصعاب اللي في الدنيا علشان راحتنا، وهي اللي سهرت الليالي علشان تريحنا. هي الأم، شمس الكون وقمر الليل. فاضل يومين على عيد الأم، وإنلايف جيل بتقول لكل أمهات مصر كل سنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة يا رب، وربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا رب. فاصل ونرجع لكم. لكل البنات والسيدات والحوامل بتشتكي من رائحة كريهة أو من التهابات أو إفرازات أو حكة أو اسمرار في منطقة البيكيني، انسي كل مشاكل المنطقة الحساسة مع إنلايف جيل أو الغسول النسائي جيل في مصر. آمن جداً لأن تركيبته الفريدة طبيعية 100%، المكونة من الألوفيرا وزيت شجرة الشاي، مستخلص الأرقسوس، مستخلص الزعتر، مستخلص بيربيري، مستخلص البابونج وفيتامين سي. استعيدي إنوستيك مع InLife جيل.
متوفر بثلاث عطور مائية زي رائحة الخوخ والمشمش ورائحة المسك والعود ورائحة الفواكه الاستوائية، غير إنه بيحتوي على المستخلصات الطبيعية للتفتيح زي مستخلص العرقسوس ومستخلص البيربيري وفيتامين سي، وهتلاحظي الفرق بنفسك. ده غير سهولة استخدامه، كل اللي عليكي إنك بتدهني منطقة البيكيني بالكامل وتتركيها فترة من 3 ل 5 دقايق، بعد كده بتشطفيها بالمية مرتين يومياً. تقدري كمان تاخديه معاكي في الجيم والجامعة أو الشغل أو أي مكان تاني. لطلب المنتج كلمينا على الواتساب، متوفر بالحجمين مختلفين في جميع الصيدليات الكبرى في جميع المحافظات، أو كلمينا على رسائل الصفحة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع خبيرة التجميل الميك اب ارتست سالي السيد. سالي السيد هي ميك اب ارتست، وهتقول لنا فوائد للبشرة، هتقول لنا ازاي نعمل ميك اب ارتست، ميك اب يناسب النهار ويناسب بالليل، اللي بيناسب السهرة، ايه الميك اب اللي احنا ممكن نروح بالشغل. هتقول لنا كل حاجة عن الميك اب، وهتقول لنا كمان الصعوبات اللي واجهتها في بداية مهنتها وبداية شغلها. وبالمناسبة هي برضو اللي عندها لي الميك اب بتاعي ده. انا برحب بيك يا سالي. ازيك يا اسماء، نورتينا النهارده في البرنامج. ده نورك، انا مبسوطه جدا ان هو فعلا احلى ستات، واحنا دلوقتي انت احلى واحده حبيبتي، ربنا يخليك. انا مبسوطه ان انا معاكي حبيبتي. انا المبسوطه. احنا وسطي في ستات كتير وبنات كتير ما بيعرفوش يعملوا ميك اب، فاحنا طبعا. الاول قبل ما نعرف ازاي او نعرفهم ازاي يعملوا الف ب ميك اب زي ما بيقولوا، عايزاكي بس تقولي لنا انت بداتيها ازاي او اتعلمتي ازاي تعملي ميك اب. انا بداتها ان انا بحب اهتم بنفسي. مفيش بنت دلوقتي انها بتحبش اللي تهتم بنفسها وشكلها ومظهرها. طبيعي ان انا بحب اظهر نفسي كل يوم، او كنت بروح الجامعه عاوز يبقى شكلي يبقى كويس ومتناسق وكده. ونفس الوقت كان ظروفي الماديه كانت وحشه شويه، مش كل شويه هروح الكوافيره تعمل لي ميك اب، او مثلا كان عندي مشاكل في البشره طبعا زي اي بنت كده عندها مشاكل في البشره، بس انا مش عارفه اداريها ازاي. كنت بعمل اي حيل عشان خاطر اداريها، ما كنتش فاهمه يعني ايه ميك اب. ما كانش في ساعتها بقى تلفزيون بيتكلموا عن الميك اب والكلام ده، بس او كان في واحده مثلا على امينه شلبيه، دي كانت على طول بتعمل مواصفات وبتاع، كنت حاطه هدفي نفسي ابقى زيها، بس ما جاش في بالي ان انا اوصل للمرحله دي دلوقتي. يعني انا ايام الجامعه كان اخري كنت بكورس تجاره، وكان كل احلامي ان انا اشتغل في بنك وحسابات والكلام ده، بس ما جاش في بالي ابقى ميك اب ارتست. الموهبه عندي الرسم، كنت بحب الرسم جدا والالوان. يعني لما كنت برسم بنت يعني شكل بنت او كده كنت بعمل لها ميك اب، يعني مش مجرد بس صوره برسمها، لا انا كنت بعمل لها مكياج كانها مكياج طبيعي. من هنا اتعلمت الميك اب باهتمام بنفسي، حتى الكريمات الماسكات كنت بجيب الماسكات من بره تعمل لي حبوب، وانا مش فاهمه ليه هي مكتوبه مستورده وغاليه، والدكتور ساعات يكتب لي مثلا دواء معين يعمل لي حبوب. طب ليه؟ ما ده دكتور. اروح كوافيره تقول لي بصي كريم ده حلو قوي للبشره ده هيفتحك، اروح ما يعملليش تفتيح. هي بس كلها ضحك على الشخص اللي قدامك عشان خاطر يشتري المنتج. بس في الاخر بقيت اعمل حاجات طبيعيه وصفات طبيعيه، لقيت الطبيعي هو احسن حل لاي حد يعني يعملها. بس ومن هنا لهنا جات لي بقى ايه، انا بعمل ميك اب كويس لنفسي في المناسبات. مين عمل لك الميك اب لنفسك ده؟ عشان اروح له من قرايب او جيراني كان ايه، قلت لهم انا اللي بعملها. اشوف في اليوتيوب بقى، عملت نت، جبت نت بتاع، بقيت اتفرج على الميك اب والحاجات دي جات لي كده لوحديها. بتقلد، انا من نوعيه انا بحب اقلد اي حاجه، بتعلم كل حاجه لنفسي. يعني هي موهبه يعني موهبه. بعد كده خدت كورسات طبعا، ان انا لما حسيت ان انا حابه المجال ده اشتغلت سكرتارية 10 سنين وفهمت كل حاجه. بس انا كل شويه الاقي نفسي رايحه في اتجاه ده، قلت مش مشكله اعمل اتجاهين مع بعض، الشغل العادي والشغل اللي انا حباه وحساه. بس رحت انا لقيت بقى بيجي لي عرايس كتير، اصحابي بقى كان بيتجوزوا ويخطبوا والكلام ده كانوا يقولوا لي اعملي لي ميك اب. وكان بصراحه كان عندي جراءه ان انا كل اي حد في بالذات العرايس بيخاف. أكيد. اي عروسه، ما فيش اي عروسه بتحب تسلم نفسها كده لاي حد بتمكن خلاص. وكمان احلى لحظه في العمر هي العروسه، ان انت ازاي تطلعي اللوك ده.
تمام. كنت انا مثلا صاحبتي مثلا تقول لي ايه النهارده كانت بتكتبي، معلش يا سالي انا عاوزاكي تعملي ميك اب خفيف كده، عشان هي كانت ظروفها مثلا او هي شايفه إيه انها مش مستاهله انها تروح مثلا كوافير، انها عاملاها في البيت تمام، تلاقي نفسها طالعه حلوه جدا، دي تقول لي دي، دي تقول لي دي. فابتديتي بقى من هنا تتعرفي قلت بقى ان انت كل واحده اقول لها انا ميك اب ارتست، تقول لي يا ستي ميك اب ارتست ايه، هو انت واخده شهاده؟ لا قلت هاخد الشهاده واتعلمها، ودرست الشعر ازاي البشره، وخدت من شركه لوريال، وخدت كورسات من احسن ميك اب ارتست، وخدت شهاده معتمده، وقلت لازم اتعلم وازاي اثقف نفسي في الحاجه دي. يعني بداتيها هوايه وتعليم فيديوهات على اليوتيوب، وبعد كده ايه طورت نفسك وخدتي الدراسه. ما ينفعش تاخدي كورس وانت مش فاهمه، والله العظيم أكيد. بجد الواحده لو مش فاهمه ازاي او عندها حته البيز المبدا الميك اب، هتروح قاعده ان هناك بيكلموا كانك فاهمه. في الكورس هناك بيديكوا اساسيات 1 2 3 4، انت لو انت عارفه واحد او مش عارفاها اساسا مش هتعرفي توصلي لها. انا لما كنت رايحه هناك كنت فاهمه هي بتعمل ايه، خدت بقى حاجات اللي نقصاني بقى كملتها بقى. تمام. بس الحمد لله. تمام. هنتكلم عن الصور ديت. دي صوره انت مصوراها قبل وبعد. هو دلوقتي انا دلوقتي بحب قوي اصور قبل وبعد عشان اظهر الشغل بتاعي وازاي تعبت، انه ممكن اي ده سيمبل. تمام. سيمبل دي بنتي دي صغيره جدا على فكره، دي فول عادي. صغيره؟ والله بجد. دي يعني طفله يعني؟ طفله على فكره في اولى اعدادي. كنت ده امتحان بتاعي. ايوه يعني. طب وانت ازاي حولت الميك اب ان هي تبقى من طفله لانسه كبيره كده؟ بصي اقول لك على حاجه، انا دلوقتي بقى عندي زي عمليه تجميل في ايديا، يعني بقى بعرف ازاي اكبر واصغر، والميك اب كمان بيكبر البنت. هي بنت لسه وشها رقيق، ما فيش حد لعب فيه. هتلاقي وشها بس هي مش مهتميه. يعني فقدرتي تستغلي ده؟ استغل بقى ايه؟ يعني انا عندها مشكله مثلا في الحواجب، طبعا هي مش عاملاها طبعا عشان هي بنت. هتلاقي بشرتها ناشفه جافه، اكيد فيها ده السودا بتاع طفله بقى عاديه. طفله مش مهتمه بشرتها. انا بصراحه كان ده امتحان بتاعي على فكره في الكورس بتاعي، وده كان امتحان بتاعي. ونجحت فيها الحمد لله، يعني ده كان حاجه كبيره جدا ان انا اي واحده تخاف تعمل الميك اب لطفله. اكيد ان هي اساسا ما ينفعش تلعبي فيها. معانا الصوره الثانيه. دي كان معايا عروسه. دي عروسه كانت خطوبتها، بسم الله ما شاء الله عليها. بصي هي بنت جميله جدا، وكانت هي بتحط ميك اب، اول مره تحط ميك اب برده، كان احلى لحظه بقى في بالنسبه لي. بس هي برده صغيره ولا لا؟ هي على فكره سنها كبير شويه، بس هي صغيره وشها فعلا. وشها بيبي فيس. انا حبيت ابرز عينيها قوي. اهم حاجه في الميك اب بس ما شاء الله فعلا. بس هو جميل. مش باين طبعا التصوير عشان خاطر انا كان الاضاءه هناك مش كويسه. تمام. وده تصوير موبايل على فكره، كل دول تصويرات موبايل. تمام. عشان كده مش ظاهر شغلي كويس يعني. بس الميك اب بقى اللي انا بعمله ده مثلا، ده هي عاوزاها سيمبل، عملت لها حاجه سيمبل ونفس الوقت رقيقه ويظهر عينيها. هو بيفرق الميك اب من خطوبه مثلا لزفاف؟ لا انا بالنسبه لي الخطوبه بالنسبه لي زي الزفاف بهتم بيه حسب الطلب. لا بيبقى محتاج نوع ميك اب معين يعني؟ في الزفاف بيبقى اوفر شويه ولا لا عادي؟ عايزه اقول لك على حاجه، مفيش حاجه اسمها اوفر دلوقتي، كل حاجه دلوقتي بقت سيمبل، وكل ما تبقى هاديه شويه تبقى حلو. بس انا بعمل حاجه للتصوير. تمام. يعني في ميك اب انا بظهر يعني مثلا الروج بثقله شويه عشان خاطر ايه انها لو قعدت مده طويله لو حتى قلت يبقى ايه ما يخفش درجه الخفافين. ميك اب بقى على حسب الفستان طبعا الخطوبه او كده، بس في حسب الفستان اللوك بتاعها، وهي بتتكلم معايا وتقول لي مثلا على ذوقها، وانا بتعامل على ذوقها وعلى شكلها بقى. اما الزفاف بقى دي بقى حاجه تانية، ان الفستان اوف وايت لابيض او فضي، انت بقى بتلعبي بقى بالالوان بقى كلها، بيبقى معاكي بقى حريه الاختيار، حرية بقى تعملي في الالوان انت بقى تلعبي بقى في الالوان عشان الفستان خلاص هو واحد. طب انت يعني انت بتقولي ان نهتم بالبشره، يعني البنت ديت قلتي ما كانتش مهتمه ببشرتها. ايوه. طب نهتم بالبشره ازاي على قبل ما نحط الميك اب عامه؟ هو لازم الترطيب. عارفه هقول لك على حاجه يا اسماء، دلوقتي احنا لو ما رطبناش وشنا قبل الميك اب ايه اللي هيحصل؟ الميك اب مش هيقبل، هيبقى ناشف وهتحس فيه خطوط. لو حد ما عندوش خطوط هيعمل له خطوط، وتحس ان هو حاطط ايه حاجه مغيره تغير الوش. ولازم ترطيب ولازم برايمر. اهميه البرايمر بقى ان هي بتشرب الكريم الاساس الفونديشن، وبتشيل الخطوط اللي ايه الموجوده لناحيه هنا البق والعين والحاجه زي كده، ده اهم حاجه. في ترتيب للميك اب، ما ينفعش ان احط اول حاجه فونديشن على طول. مهما جبت فونديشن جالي
وجبته مستورد ممكن ما يلقطش معاكي، ما يمشيش معاكي في البشره بتاعتك. ليه؟ عشان من بدايتها غلط. اول حاجه تعمل ماسك صنفره. ليه؟ ان لازم تشيل الايه الجلد الميت. تمام. بعد كده ترطبيها، بعد ما ترطبيها تحطي بقى برايم. من هنا بقى تبيني بالاساس، واما حاجه كريم الاساس. المشكله كل واحده بتيجي تجيب الحاجه غاليه بس ما بتعرفش الدرجه بتاعتها، مش مناسبها، مش مناسب الدرجه بتاعتها. تقول لك ايه، انا جايباها غاليه بس مش عارفه ليه مغيره. عشان انت جايباها افتح من الدرجه بتاعتك. لازم تفهمي الدرجه. يعني انت لو انت مش فاهمه مثلا تجيبي حد فاهم معاكي. ليه؟ ان هي البياع اللي قدامك هتضحك عليكي. بس هو اكيد الدرجات بتختلف يعني من كل بشره، لان درجات الناس كلها مش واحده. ما حد فاهم معاكي. ليه؟ انت لو انت مش فاهمه اي حاجه هيضحك عليكي اوريدي. ولما تيجي تعملي تيست ما تعمليش تيست في وشك كده هوت، او لازم تعملي تيست او تعمليهاش في ايدك، تعمليها يعني هوت عشان خاطر تشوفيها ماشي على بشرتك ولا لا. لازم تعملي تيست على الوش نفسه. تمام. ما تجيش تقولي انا حطاها هنا هوت، ان الايد افتح من الوش، ان الوش ده هو اللي باي يعني مثلا اجهاد قله نوم مش عارفه ايه بيأثر على البشره على طول. بيسمر الشمس بتاع كده. اما الايد لا، الايد افتح طبيعي، ما تعمليش على الايد، تعملي على الوش على طول. وبتخلي حد معاكي فاهم في الميك اب، عشان ممكن واحده اللي بتبيع طبعا البياع تعمل لك ايه، الله ده حلو قوي، عايزه تبيع، عايزه تبيع بس ملهاش دعوه. بس ساعات واحده كويسه ممكن تقول لك الدرجه دي مناسبه او مش مناسبه. بس البياع لو لقت الفونديشن ده اخر حاجه عندها وما عندهاش درجه ثانيه ممكن تبيعهولك وتقنعك ان هي دي درجتك. ان هو لايق عليك. هي لايق عليك. وتبدي تروحي البيت تلاقيها حاجه تانية وتقول ايه ده، انا وش ابيض وايدي غامقه وجياره وبتاع وتركني. طيب احنا عايزين نعرف بس في الختام كده، تنصحي اي بنت طالبه في الجامعه او اي سيده بتشتغل الميك اب اللي يناسبهم كده في ملخص سريع؟ ممكن الملخص كله الموضوع ان انت مش ميك اب هو اسمه ميك اب، لا، في حاجه اسمها ميك اب نو ميك اب، يعني بمجرد بس كونسينر، حاجه خفيفه، روج، براشر، الحاجات دي هي بس اللي بس تمشي فيها لموظفه جامعه ايا كان الصبحيه. اما بقى الكونتور او مثلا اي حاجه زي كده لا، ما ينفعش الصبح طبعا عشان هتبقى اوفر وشكلها كده صعب شويه. الحاجه الهاديه تبقى سيمبل احسن وتبقى اهدى. تمام. وبالليل؟ بالليل بقى هنعمل طبعا هايلايت كونتور عادي، وتعملي تلعبي بقى براحتك. ما هو انت بالليل بتعملي اللي انت عاوزاه، بس حسب الطقم بتاعك وحسب لبسك. انت لبسك مثلا هادي كلاسيك او كاجوال ما ينفعش تعملي كونتور وتعملي الحاجات دي. لو لبسك عادي ان ينفع ان انت تعملي كونتور او كده، او لو عندها مشكله، في كتير قوي عندهم مشاكل في الانف والخد. تمام. لو كده ممكن تعملي بقى كونتور عادي. خلاص احنا انا بشكرك جدا يا سالي. الوقت جري بسرعه جدا. الوقت جري فعلا، وانا بشكرك جدا وانت نورتينا جداً النهارده. معاكي جدا جدا. ربنا يخليك حبيبتي، وانت نورتينا النهارده بجد، وبشكرك جدا. وان شاء الله نكون في كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. مع انك صغيره سنا بس انت ولك صوت يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي، وكل امهات مصر يا رب كلهم طيبين. انا بشكرك جدا. في نهايه حلقتنا انا بشكر كل المشاهدين، ويا رب الحلقه تكون فادتكم ونالت اعجابكم. ان شاء الله استنونا الجمعه الجايه مع انلايف جيل. انت احلى الستات. الحمد لله.